في لقاء جمعهما في مدينة سوتشي الروسية، تناول الرئيسان الروسي والتركي عددا من القضايا. أكد بوتين أن بلاده بصدد إبرام اتفاق لتزويد أفريقيا بالغذاء مجانا، والإمدادات ستبدأ في غضون أسبوعين أو ثلاثة، فيما أكد أردوغان إعداد حزمة مع الأمم المتحدة تحوي مقترحات جديدة بشأن اتفاق الحبوب. ومعنا من موسكو مراسلنا فادي صالح. فادي، بالبداية تطلعنا على أبرز نتائج إذن لقاء الرئيسين. نعم، إذن اللقاء اليوم الذي جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تطرق إلى عدة محاور ليست فقط سياسية، يعني كان هناك حديث عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، التعاون في مجال الطاقة وأيضا في مجال السياحة. فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قريبا سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بموضوع تزويد تركيا بالغاز لتصبح مركزا للتوزيع. وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن ضرورة رفع التبادل التجاري بين البلدين في غضون السنة القادمة إلى حوالي 100 مليار دولار. كذلك كان هناك حديث عن التطور والعلاقات السياحية بين البلدين، حيث أكد الرئيس الروسي أن نحو 5 ملايين زائر أو سائح روسي كانوا في تركيا هذا العام. أيضا كان هناك حديث من قبل الرئيس التركي عن موضوع إنشاء أو مشروع إنشاء محطة جديدة للطاقة طبعا في تركيا من قبل الجانب الروسي. ربما أبرز الملفات التي تم بحثها أيضا هو موضوع تصدير الحبوب أو موضوع اتفاقية الحبوب، حيث أكد الرئيس أردوغان على ضرورة وأهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الأطراف، مشيرا إلى أنه في حال العودة أو في حال أنه كان هناك عودة لهذه الاتفاقية يجب أن تصل 44% من الحبوب إلى الدول المحتاجة فعلا. فيما أكد الرئيس الروسي أنه في الصفقة بصيغتها القديمة لم يكن يصل يعني أكثر من 3% من الحبوب إلى الدول الفقيرة، بينما تقوم روسيا بتزويد هذه الدول وبشكل مجاني بالحبوب. شكرا لك فادي صالح، كنت معنا من موسكو.